السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, Hamza? How are you, my brother? I hope that you are not good. I send you this video as a kind of help for you to memorize Surah Nuh and some verses from Surah Al-Inshiqaq. So I want you to pay attention more with me on this video. It's so important to you. Jazakallahu khairan. Now, let's start with Surah Nuh. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وقال يا قوم إني لكم نذير مبين قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Let's go to Surah Al-Inshiqaq now. It's enough here for Surah Nuh. Go to Surah Al-Inshiqaq. The last word of Surah Al-Inshiqaq. بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون صدق الله العظيم. With my best wishes.